فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: ورد في حديث معناه أن الفاكهة إذا خمرت ثم شربت قبل 3 أيام فإنه يجوز ذلك، وأما بعد 3 فلا يجوز. هذا النبيذ يا أخي، هذا النبيذ إذا طرح في الماء فاكهة لتحلية الماء فإنه يشرب إلى 3 أيام، فإذا تمت 3 أو ظهر عليه الزبد فإنه يهراق ولا يشرب. تم 3 أيام يهراق، ظهر عليه الزبد يهراق لأنه دخل في حيز الخمر والمسكر. نعم. فضيلة الشيخ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب النبيذ إلى 3، فإذا تم 3 فإنه يأمر به فيهراق. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.